جولة استطلاعية لقاطع عمليات الفرقة العاشرة وتحديدا لواء المشاة 39. زرنا سيطرة تقاطع سامراء المؤدي إلى الأنبار، هذه السيطرة الحيوية اللي حقيقة كان الأنباريين بأمس الحاجة إلى أن يفتح هذا الطريق ويكون المرور من خلالها باتجاه سامراء سلس وسهل. فعلا تم افتتاح هذه السيطرة، وأنا اليوم أقف في هذه السيطرة لتفقد عملها والتأكد من أن الطريق سالك لمرور العجلات القادمة من المحافظات الشمالية باتجاه الأنبار وبالعكس. وأنا أطمئن الأنباريين بأن هذا الطريق هو سالك وآمن لاستخدامه من قبل المواطنين الراغبين بالذهاب إلى المحافظات الشمالية وبالعكس. قطعاتنا منتشرة على جانبي الطريق، المنطقة مؤمنة والطريق سالك ومؤمن، واعتبارا من الساعة 600 صباحا، يعني من الساعة 6 صباحا ولغاية الساعة 6 مساء يوميا، وهذه طبعا فترة تجريبية ومن ثم سيتم تمديد ساعات فتح الطريق ليكون يعني إن شاء الله بالأيام القادمة خلال 24 ساعة.